للمزيد انضم الينا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. دكتور عمرو، الى اي مدى تاتي هذه التقديرات من جانب صندوق النقد متماشيه مع التقديرات الحكوميه للعام المالي الجاري؟ في الحقيقه هذه التقديرات تقريبا بتستكمل مسلسل التقييم الناجح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وربما هذا التقرير من الصندوق الصادر اليوم هو تأكيد لنفس معدل النمو السابق، والذي كان الصندوق قد غير توقعاته من 5% إلى 5.5% في شهر إبريل الماضي. هذا التقرير بيعكس مؤشرات إيجابية شديدة الأهمية، خاصة أن هذا يشير إلى أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة. لدينا تونس 3% تشير التقارير، وأيضا عديد من الاقتصاديات المشابهة في المنطقة، وبالتالي طيب دكتور عمرو، يعني من زاوية أخرى، ما هي المعايير التي يتم الاستناد إليها، المعايير الاقتصادية الحقيقية التي يتم الاستناد إليها للوصول إلى تقديرات كالتي وصل إليها صندوق النقد أو التي تستهدفها الحكومة؟ بالتأكيد هناك عديد من الطرق العلمية المتبعة لهذه التقديرات. الناتج المحلي الإجمالي ببساطة هو عبارة عن قيمة السلع والخدمات المقدمة. هذا معدل النمو، هذا هو معدل نمو حقيقي وليس إثني، أي أنه يستبعد التضخم وأثار الزيادة في الأسعار. وربما يشير التقرير إلى أن أيضا إلى تراجع العجز في الحساب الجاري لمصر بمقدار 2.6%، بالإضافة إلى الإبقاء على التوقعات للبطالة عند أدنى مستوى منذ عام 2011 وهو 10.6%. هذه التقارير ربما يكون أمام الحكومة تحديين هامين جدا. التحدي الأول هو الأسعار، خاصة أن متوقع جدا مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بالوقود وأسعار الكهرباء أن تحدث موجات تضخمية. أيضا التحدي الثاني الهام جدا للحكومة المصرية هو أن يتحول هذا النمو إلى تنمية، إلى ثمار يشعر بها وتنتقل إلى لهذه النقطة تحديدا. أنا سأسأل حضرتك أيضا بالإشارة إلى ما أورده رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل عندما قال أمام الرئيس السيسي وأمام عدد من الطاقم الحكومي في أحد مؤتمرات الشباب إننا لا نستهدف معدلات نمو كالتي كانت تتحقق في السابق، نحقق معدلات رقمية حقيقية لكنها على أرض الواقع لا يشعر بها المواطن، نريد تحقيق معدلات تنمية حتى بالوصول إلى المستهدف 7% مثلا، لكن يجب أن يكون لها انعكاس على الأرض. ما هي الأدوات التي يتعين أن تستعملها الحكومة للوصول إلى ما تصبو إليه؟ صحيح، أنا بتفق مع حضرتك ومع رأي السيد رئيس الوزراء السابق. بالفعل معدل النمو لوحده لا يكفي، هو مجرد مؤشر مضلل. إذا لم يترجم ذلك إلى تنمية حقيقية، خاصة في مجالات الخدمات العامة، التعليم والصحة. ولذلك فالفترة الرئاسية الثانية للسيد الرئيس، والسيد الرئيس صرح بذلك أكثر من مرة، أن التركيز منصب على التعليم والصحة خلال الفترة القادمة في برامج الحكومة، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية وهي ركن أساسي هام جدا في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هذه المرة، وربما هو سمة هامة جدا. نجد الارتفاعات التي حدثت للمعاشات وأصحاب الدخول المنخفضة، العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، التركيز على المرافق وبشكل خاص البنية الأساسية، محطات الكهرباء، محطات المية، توصيل غاز طبيعي لأكثر من 260 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي. هذا بما لا يدع مجالا للشك يصب في شعور المواطن بثمار التنمية، وأعتقد أن هذا لم يشعر به المواطن بعد حتى الآن. ربما لدينا بعض النتائج الملموسة في مجال الصحة مثل مكافحة فيروس سي، في البنية الأساسية، شبكة الطرق الضخمة، في الكهرباء، ولكن نحتاج جميعا ومعا كل المصريين وليس فقط الحكومة، مطالبين بتحدي هام جدا وهو
تشجيع التوجه ناحية وريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص. نعم. لأن أي اقتصاد حديث في العالم هو مبني بالأساس على نخبة من الرياديين و رجال الأعمال وسيدات الأعمال اللي سرعان ما ينتشر هذا إلى المستوى المتوسط والصغير، وبالتالي نجد اقتصاد يعمل. نحتاج إلى التعليم الفني والنهوض بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل وربطه. هذه محاور عدة دكتور عمرو، ربما تكون صحيح. ضمن استراتيجية أوسع نطاقا من فكرة تحقيق المستهدف من معدلات النمو، لكني أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان.